مرحبا يا أصدقاء، بنبدأ بسلسلة جديدة بنشرح فيها كل أساسيات برنامج الرفت، وبتكون الدروس قدر المستطاع بسيطة وسهلة الفهم ومدة زمنية معقولة. إذا كان الموضوع يحتاج شرح وتفاصيل أكثر ممكن نقسمه على عدة دروس عشان ما يصير صعب أو ثقيل على البعض. فلو كان من أهدافك تتعلم البرنامج فإن شاء الله أنك بالمكان الصحيح. وطبعا في أي وقت وعلى أي درس لو صعب عليك شيء اسألني في التعليقات، ولو تحتاج ترسل صور للتوضيح تواصل على دايركت انستغرام أو الإيميل وإن شاء الله أقدر أساعدك. وقبل ما نبدأ لو تعرف أشخاص مهتمين بالتعلم شارك معاهم القناة وربي يرزق الأجر إن شاء الله. بدرس اليوم بنبدأ من البداية وبنتعرف على واجهة البرنامج. قبل أن نتكلم عن واجهة المستخدم في معلومتين مهمات، وخصوصاً أول واحدة أبغاك تعرفها عشان تتفادى أي مشاكل ممكن تحصل لك في المستقبل لا قدر الله. وتقصدت أقول لك هذه المعلومة بأول درس عشان تحطها في بالك وما تقع في المشكلة. شركة الأوتوديسك المنتجة للرفت بتطلق نسخ جديدة من البرنامج كل سنة تقريباً، تعالج بعض المشاكل في النسخة الأقدم، تضيف بعض المميزات والتحسينات وهكذا. طيب وين المشكلة بكذا؟ هنا أبغاك تركز معي. على سبيل المثال عندك على الكمبيوتر في البيت نسخة قديمة مثلاً 2019، ورحت فتحت الملف في الكمبيوتر لاب في الجامعة بنسخة أحدث مثلاً 2022، هنا ما عندك أي مشكلة، بيفتح الملف طبيعي وتكمل عليه شغل عادي. لكن لما ترجع البيت وتفتح الملف اللي فتحته على نسخة 2022 بنسخة 2019 ما راح يفتح معاك الملف، حتى لو ما رسمت ولا حائط في المشروع بس فتحته في الجامعة وحفظت قبل لا تسكر. هنا انسى انه يشتغل معاك في النسخة الأقدم. وفي الرفت ما في اختيار سيف آز وتختار نسخة أقدم زي كل البرامج، فأنصحك لو أنت في الجامعة حمل نفس النسخة اللي في كمبيوترات الجامعة، أو إذا بتشتغل مع مجموعة كلكم اتفقوا على نسخة محددة قبل لا تبدون، ولو كنت بشركة نفس الموضوع. ممكن تسأل نفسك معقولة ما في ولا حل فيه؟ بس يعتبر يعني worst case scenario لو احتديت، يعني ممكن تشوف الفيديو اللي ظاهر لك على الشاشة وحطيت لك الرابط في الوصف كمرجع. أما ثاني معلومة أنه في 4 أنواع للفايل فورمات ببرنامج الرفت، بقول لك عليهم عشان يكون عندك خلفية وما تتلخبط. الرفت بروجكت فايل RVT، رفت تمبلت فايل RTE، الرفت فاميلي فايل RFA، والرفت فاميلي تمبلت فايل RFT. بمعنى أنه عندنا بروجكت وعندنا فاميلي عشان ما نتلخبط، البروجكت له تمبلت له قالب والفاميلي لها قالب. هذه هي الأربع أنواع من الملفات. لما نفتح برنامج الرفت بنبدأ بهذه الصفحة اللي هي الهوم بيج، فيها بعض المعلومات اللي بنتكلم عليها. في البداية عندنا اليسار اللي هو لوجو أو شعار الرفت، ما بنضغط عليه ولا في أي شيء. لكن الآيكون اللي بعده الهوم بيج، لما نضغط عليها أو نضغط على كنترول دي أو نضغط على هذا السهم بينقلنا بين الموديل اللي احنا فاتحينه أو الفاميلي اللي احنا فاتحينها حاليا والهوم بيج. لما نضغط عليها ينقلنا بس بهذا الشكل. بعدها على الأعلى نسخة الرفت، نوع النسخة، وهنا الهوم. لكن لما ندخل المشروع ونبدأ المشروع لما نحفظ بيظهر لنا اسم المشروع هنا والفيو اللي احنا فاتحينها حاليا هنا. وبعدها في على اليمين ممكن نبحث من هنا من السيرج او انه نسجل دخولنا في الاكاونت في اكاونتنا في اوتوديسك، وبعدها الاونلاين ستور والهلب، ومن هنا الريسنت فايلز الملفات اللي فتحناها يعني مؤخرا عندنا في المودلز وعندنا في الفاميليز. وبينزل بعض الملفات اللي اصلا سامبل فايلز بتتنزل اوتوماتيك لما تنزل الرفت، ونفس الشيء في الفاميليز. وهنا نبدا اما مودلز او فاميليز، ممكن نفتح عندنا اختيارين اما اوبن او ان نبدا نيو بروجكت او نيو موديل. وهنا بعدها في عندنا ريسنت فايل اللي هي هنا، وطبعا بتختلف شوي هنا الاختيارات بحسب نوع الرفت، لكن هذه بعض الكويك لينكس اللي واتس نيو اونلاين هيلب كوميونيتي فورم وكاستمر سبورت ممكن تستخدمها لو احتجتها. ندخل على الرفت ونبدا نتعلم كيف نبدا مشروع جديد من المودلز. نضغط على النيو، وبعدها من النيو بروجكت هنا عندنا تمبلت فايل. التمبلت هو عبارة عن قالب بنتعرف عليه بعدين، ابدا لا تقلق الحين عنه. عندنا هنا اما ان نختار اول شيء في مجموعه من الملفات للامبريال والماتريك بحسب اليونت اللي انت بتستخدمها. بعدها في عندنا كونستراكشن اركيتكتشر وستراكشر وسيستم تمبلت.
فاحنا مثلا انا بستخدم المتريك اركتكتشر تمبلت، فاخترت هذا الاختيار، وبعدها نتاكد انه كرييت نيو اصلا هو بيكون الديفولت انه مختار لك بروجكت مو تمبلت، وبعدها تضغط على اوكي عشان نبدا مشروع جديد. قبل لا نتكلم عن الأشرطة أو البارز الصغيرة اللي منتشرة في الشاشة، بنركز على الجزء اللي في الأعلى وهو الربن. في أهم الأدوات والأوامر اللي بنستخدمها بالبرنامج ومقسمة التابس، بنتعرف على أهمها. لكن قبلها أحب أقول لك إنك ممكن تغير الطريقة المعروضة فيها بهذا الشكل. تجي على السهم الأسود الصغير الموجود بعد آخر تاب، في بعض الاختيارات ممكن minimize to tabs أو minimize اللي بان التايتل أو بان البوتم. لما نختار الاختيار الأخير اللي هو cycle through all، عندنا بيكون هذا الشكل اللي على اليسار، عندنا سهم كذا داخل مستطيل تقريبا. لما نضغط عليه بنشوف طريقة عرض مختلفة نستفيد منها. لما تكون عندنا شوية شاشة صغيرة ممكن نضغط عليها من هنا، أو نحب نكبر المكان العمل بنشتغل عليه. نبدأ بالتابس ونشوف أهمها. أول شيء الفايل، عندنا طبعاً ريسنت فايل في البداية، بعض الملفات اللي فتحناها يعني في الأخير، عندنا النيو لما نبدأ، نيو بروجكت أو نيو فاميلي أو كونسبتوال ماس، والأوبن لما نفتح مشروع أو فاميلي أو ريبت فايل نفس الشيء، بعدها للسيف أو سيف أز أو إكسبورت. في الإكسبورت فيه لما نجي نسوي إكسبورت لبعض الفورمات المختلفة بنسويها من هنا، أو لما ننزل على تحت من هنا السهم الصغير بس حطيت يدك عليه بينزل مثلا image أو animation بتكون من هنا للreport وهكذا. بعدها البرنت بيكون من هنا. التاب الثاني هو المهم اللي هو الاركتكتشر. من هنا كل العناصر المعمارية بنضيفها في المودل من هنا، زيادة الليفل والجريدز. الستركتشر بيكون فيه تقريبا لو احنا معماريين بنستخدم البيمز والكولومز والفونديشن. في الانسيرت تاب الإدراج أنواع الملفات المختلفة من الملفات داخل مشروعنا، ممكن نسوي لينك أو نسوي إمبورت، ممكن لينك رافت أو كاد، أو ممكن ندخل صورة أو نسوي إمبورت لكاد وهكذا من الملفات المختلفة PDF. الأنوتيت، في الأنوتيت بنضيف العناصر الـ2D مثل التاجز والدايمنشن، الخطوط التفصيلية، الكتابات، الرموز، الريفيجن كلاود، كلها من هنا. الأنالايز بتستخدم غالبا من قبل المهندسين لحساب العناصر الإنشائية والتحقق من الأنظمة في المبنى. ماسينج والسايت بنستخدمها لرسم التضاريس، إضافة أشجار، مواقف سيارات وغيرها من العناصر اللي تكون حول المبنى، وأيضا لرسم الكتل بالماس لما نجي نرسم بعض أشكال المباني المعقدة أو اللي تكون شوي أورغانيك. الكولابوريت بنستفيد من هذا التاب لما نشتغل مع مجموعة من الأشخاص، بنشوف بعض الأدوات المهمة مثل سينكرونايز أو الورك سيت والكولابوريت كلها بتكون من هنا. بعدها الفيو، في الفيو هنا ممكن نضيف بعض أو جزء من الموديل على فيو مثل مخطط السقف أو مناظير ثلاثية الأبعاد أو القطاعات، الجدول الكميات بأنواعها، التحكم في الشيت والتايتل بلوكس كلها بتكون من هنا. بعدها المانج، كثير من هذه الاختيارات مخصصة للبم مانجرز، لكن فيها بعض الإعدادات المهمة مثل الماتيريالز، اللاين ويدز، بعض البارامترز، وأيضا الفيزز والديزاين أوبشنز كلها بتكون من هنا. الأد أن تحتوي هنا علامة التبويب على بعض المميزات الإضافية من أوتوديسك، وأغلبها بتكون تمت بواسطة مطورين يعني زي طرف ثالث. أخيراً الموديفاي، الموديفاي من هنا أهم الأدوات، الأوامر الأساسية للتغيير والتعديل مثل الكوبي، الموف، الميرور، الأري، الألايمنت كلها بتكون من هذا التاب، وهذا التاب بيتغير حسب العنصر اللي إحنا بنرسمه حالياً أو اللي نحدد عليه. يعني مثلاً لما نروح للأركتكتر ونختار وول، نروح للموديفاي بنشوف أنه أضاف أشياء مختلفة، لما نروح للدور نشوف أنه أيضاً الاختيارات تغيرت. وايضا لما نجي نرسم، يعني مثلا لما نجي نرسم مول احنا قلنا واحنا نرسم، وايضا لما نجي نحدد بيختلف، ونفس الشيء لما نجي نختار الدور واحنا نحطه مثلا على الوول، وايضا لما نجي نحدد عليه بتختلف هذه الاختيارات. صح في بعض التابس اللي ما نستخدمها، ابعلمك في الفيديو القادم كيف تخفيها.
أول شريط على اليسار اسمه Quick Access Toolbar، فيه أهم الأدوات الأساسية اللي بنستخدمها باستمرار مثل السيف والأوبن وأندو ريدو وبرنت الدايمنشن التكست، كلها موجودة هنا. وممكن نسوي له كستمايزيشن أننا نضيف بعض الأدوات أو الأوامر أو نلغيها، أننا نفتح السهم اللي الصغير اللي موجود على اليمين من هنا، ومثلا لو نشتغل مع مجموعة ممكن نشيل Synchronize with Central، لو في أي من هذه الأوامر ما بستخدمها ممكن تشيلها من هنا. وبعدها عندنا الأوبشن بار، يظهر هذا البار لما نبدأ بالرسم ويختلف بحسب الأوامر اللي بديناها بحسب المعطيات، يعني بحسب العنصر اللي نبغى نضيفه على المشروع. يعني مثلا لما نبغى نختار دور بيختلف عندنا الأوبشن بار عن أنه لو نبدأ مثلا في فلور بتكون عندنا المعطيات هنا مختلفة. بعدها عندنا الفيو كنترول بار اللي موجود في الأسفل، هذا البار مخصص لإعدادات الفيو اللي نكون فيها حاليا، ومنه ممكن نتحكم في السكيل، مستوى التفاصيل، الجرافيك ديسبلاي أوبشن، الكروب، وإخفاء أو إظهار بعض العناصر، كلها بتتم من هذا البار. بعدها الستاتس بار، هذا البار كامل في البداية بيعطينا هنا بعض المعلومات اللي ممكن نستفيد منها، وبيتغير أيضا الكلام اللي هنا مكتوب بحسب الأشياء اللي إحنا قاعدين نسويها حاليا. يعني مثلا لما نبدأ نرسم وول مكتوب إنه click the wall start point، بعدها مثلا لما نتحرك horizontal أو نتحرك بزاوية أو نتحرك vertical، يعني بيعطينا بعض المعلومات اللي بنستفيد منها من هنا. جزء من هذا البار عندنا الورك سيت، وعندنا ديزاين اوبشن، وبعدها في الاخير هنا السلكت تري، تحدد العناصر اللي تبغى تحددها من هنا، وعلامه الاكس تاني انها معطله، والفلتر اللي في الاخير هنا على اليمين للتصفيه. وعندنا في هذا الجزء من الشاشه النافيجيشن بار، يعتبر شريط ادوات للتنقل، يعني في بعض الادوات للعرض لما نكون في 2D فيو عندنا مثلا هذه الاختيارات، وعندنا هنا الزوم، اختيارات مختلفه زوم تو ريجن او اوت او تو فت، اختيارات الزوم بتكون من هنا. بيختلف هذا الشريط في 2D عن 3D، لما نروح لل 3D فيو او شوت نكون فيها بيكون عندنا بعض الاختيارات الاضافيه مثلا زوم اوربت، طبعا لاننا هنا في 3D، واختيارات الزوم تقريبا هي نفسها. بعدها عندنا بنلاحظ في 3D انه ظهر لنا هنا الفيو كيوب، ونستخدمه لما نجي نتنقل، نضغط عليه ونتحرك، او لما نبغى جهة معينة مثلا نبغى في الفرونت او التوب، وممكن نضغط ونسحب عشان نتحرك جهة معينة، يعني بيوفر لنا كل هذه الاختيارات. ولما ايضا نضغط على هذا السهم بيكون عندنا اختيارات ثانية بنتكلم عليها في الدروس القادمة ان شاء الله. بعدها عندنا البروجكت براوزر، طبعا هذه كل البانل ممكن تضغط عليها وتحركها انك ممكن تبغاهم مع بعض لو الشاشة عندك صغيرة، وبس لما يجي يصير لونه أزرق بهذا الشكل تحطه، ممكن تكبرها وتصغرها، يعني حطه بالطريقة المناسبة لك على حسب حجم الشاشة اللي موجودة عندك. في البروجكت براوزر بيكون فيه نوصل لكل الفيوز مثل المخططات، الواجهات، القطاعات، لوحات المشروع، الليجندز، جداول الكميات، الفاميليز، الجروب، اللينك رابات، كلها بتكون من هنا بهذا القائمة تحت البروجكت براوزر. أما بالنسبة للبروبرتيز، البروبرتيز لما ما نكون ضاغطين على ولا شيء بتجيب لنا خصائص الفيو اللي احنا فاتحينها، وبتختلف من فيو لفيو على حسب احنا الاختيارات اللي بتكون موجودة عندنا وبحسب الاوبشنز. بالنسبة للبروبرتيز لما نجي نرسم بتختلف، أول ما نبدأ مثلا بول بنشوف ان الاختيارات عندنا هنا مختلفة، ومو بس احنا نرسم، لما نكون خلصنا من الرسم طبعا ما احنا ما حددنا على ولا شيء بتكون البروبرتيز مره ثانيه للفيو اللي احنا فيها، لكن لما نحدد على العنصر اي عنصر بيكون يجيب لنا معلوماته البروبرتيز، وبيكون هنا مكتوب انه احنا هنا بيعطينا انه هي نتكلم عن البروبرتيز للوول، فيها كل المعلومات المهمه لخصائص هذا الحائط او العنصر اللي احنا محددين عليه. كل هذه الأشرطة اللي تكلمنا عليها والبارز كلها موجودة وين؟ لما نروح للفيو، سواء سكرناها بالغلط أو فقدناها بالغلط أو مو موجودة مثلا فتحنا من كمبيوتر ثاني مو موجودة، بنروح لليوزر انترفيس من الفيو، وبعدها بس نحط عليها صح، هنا كلها موجودة. وأيضا بالنسبة للبروجكت براوزر والبروبرتيز لما نضغط في الماوس رايت كليك بتكون موجودة عندنا هنا، ممكن نحط عليها صح والبروبرتيز موجودة هنا.
وايضا بالنسبه للبروبرتيز لو ذكرناها بالغلط في لها اختصار، بس نضغط على PP في الكيبورد بتظهر عندنا. وتقريبا هذه اهم المعلومات اللي ابغاك تعرفها حاليا. في الدرس القادم ان شاء الله بنتكلم عن بعض النصائح المهمه عن واجهه البرنامج ومفاهيم مهمه جدا انك تكون ملم فيها عشان ما تستصعب البرنامج في المستقبل. إذا استفدت من هذا الفيديو اشعرني بالضغط على زر الإعجاب، وإذا مهتم بهذا النوع من المواضيع اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.